لليوم الخامس على التوالي تتجدد التظاهرات الشعبية في محافظة ذي قار. مراسل الإخباري أكد أن 3 شهداء و100 مصاب من القوات الأمنية والمتظاهرين سقطوا خلال تلك الاحتجاجات، مضيفا على المحتجين انطلقوا من وسط مدينة الناصرية بالقرب من جسر النصر مطالبين بإقالة المحافظ والحكومة المحلية. مراسلون أشار أيضا إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة 10 أشخاص من القوات الأمنية والمحتجين في حصيلة أولية. هذا وأحرق المتظاهرون مدخل مبنى المحافظة فيما قامت القوات الأمنية بإبعادهم من أمام المبنى.